متبع علم لغة الماما سبب تنوحو يان دكا كلوك علم بني متبع عبادية زهد لغة الماما سبب تنوحي تهين ليلة دكا كلوك دير متبع دقال يجي سينما يسلام نما لغة الماما متبع واحد بحين يصدق أن تطبق عام بحيد دونيدا والله إلها مركا واحد بحين لقوى الرمي هبل بي هبل بالت الماما تطبق عام بحيد قبيا يا أفكا عربيا يا وحي اللمدا تطبق عام بحيد تجارو يا وحي اللمدا وحا أن شيك نور دمين قفقنا يسوي مادا قفقنا ونغضا عالمك فقيه محدثك تاجرك مجاهدك شجاعي قبياقي ناحيقي قفلوا إنه إنت أصوص فوضى يا شاك ومن النوادر بين هذا ووحيابها آدك وأير إلا أركبي كمتاه لكن إلهي سبحانه وتعالى فضله سعيد الدون سياه الإمام عبد الله بن المارك دك أترجمي يا مركي كور رميان إنت بوال وصفايا ولذلك بعض علماء مركز كتب تراجم أخريسه عد والبفن بوقع عام بحي الله وقراء مثل المحدثين تراجم المحدثين كبارسة فوق هذا تراجمت فوق هذا كبارسة زهد هي عبادات هي تصوف تراجمت على طبقات الصوفية كبار قالوا والبما يلقى كبارسة بحيد هذا عبد الله بن المبارك وحكم دي كتب تاصر للمقورين مركب المحدثين لقوا الرمي تراجمت كتب المحدثين كوكي الله مركب فقه الله قوى الرمي تراجمت كتب الفقه وكي الله مركب الله قوى الرمي عبادة يزهد إيو وحنمك تصوف قلوا بحية طبقات الصوفية وكتر أبالنا في أي باب لتلمامه سيدة وقت تاريخيها كمسلم ابن العماد ليلة في شذرات الذهب وحكولي وقد صنف في مناقبه مناقبتها ما انتسى وحل وقر يقولي وعد بعضهم ما جمع من خصال الخير فوجدها 25 فضيلة وحيابه كم دنيا رقب المركة تريين وحي لهذين شن إيا اللباطن خصلوه شن إيا اللباطن صفوه كم دنيا عبد الله باكرا سيدة الرسالة دي سامة بوكي سا وكبر يا محمد عثمان الله إلى هذا مقدمة دي سوحة وتلمامة يا رقي هورا ركم إذا أي كلمة كتاب كقري وحكم إذا بولي الحافظ ابن بشكوال ولا بجزء كقري وحكم إذا ابن خالكان وإسنا أخبار تسل بجزء كوروري وحكم إذا إسماعيل باشا البغدادي وصول نقلية يسقو إمام الذهب رحمة الله عليه إنه كتاب كقري الله إلى قد نهارك بسيرة ابن المبارك كتب تاس الشيخ نور لم يوحد هذا يمكن ميالين من المفقود كي كثير سيبه كتل ماما معاصرين ترقى وحكو قرأي وحكم ده محمد عثمان جمال نكالي هذا كتابه ليه لا سحب وقالوا بيتشو ندوه قال إذا عبد الله بن المبارك الإمام القدوة ليه هذا عبد الله مكا هذا نسل على عاوك والرمى لنا ينكبل ونوين لقصنسا سيدا أوقادوا حفان وغفلا لبض معلمين تسكم جو حيره لبض معلنا عن تلمامي ومن جبال أهل الحديث والفقه وأبوره الرجل وتلمامه مركل جوه علم الحديث هي فقه قبا هي الزهري قبا مدوى الإمام سفيان الثوري سفيان الثوري من كان شيخ سوها السلام كان رجل وحكوري أنا وكتير سيني دأهان بدن بكوية لبعض سنة ما لها سكوية لكن شيخ سي رسمي قهانا ووها إسي قلفتي سنة وحبو كوري أي وحو ليا إني اللي أشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك سفيان الثوري بالي عمري قاي قول نوحا جعلان لها هل سنة كم ده ابن المبارك عمري قاي سينا الحرم فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام ما أوده إن سيد ابن المبارك نغضه حتى صدح مع المضنى الله كدهين كسوى سفيان الثوري سفيان بن عيينة ويسنى الشيوخ دي سكم دا حوالي دور إطلاع سنة سنة كوي أيا وحيولي سبو ما يلقى لك قياس قد وحيولي وحنا نظرت في أمر الصحابة
صحابه اركودا بايغوي يو امر عبد الله وحسبه برضه يا مركا صحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام يا عبد الله بن المبارك فما رايت لهم عليه فضلا الا بصحبتهم النبي وغزوهم معه عبد الله بن المبارك وحكلو اي ديرين ما غرن يبو يدي مركا لا ريبا لبا شيء ان النبي محمد لا صاحبين الصحابه دي سي هايين يين لا دغال غري ولا ما منزلوا ابو ديران غادي كريم لكن وحلو ان لبدا حدان كا ايمادو او وخي كلو دن ايمادو سي ودغالمي جيرين سي وحلو بخين جيرين سي وعباديسين حدان كو وا ايمادو بولاي عبد الله اني وحدير ينو مالين ما يبولاي اذا نك لو ديرين يا صحابه النبي محمد وحد غران كرتا هلك هو اركي سو تاغي وليبا نكسيدا لو تلمامايا وحنول هي عصورتي الضرابات السياسيه وين كجرين عالم الاسلامي وعصر بيدها دان عصر للضرابات والفتن والثورات لو تلمامو دان كلمه marka leegana wa min usuri albadh ba layda wa usurti madad iyo xoola badan inta la helay dadku ay xaga madada u janjeersadeen marka yaani ma aha nin biyo wada culumo oo cayn kara ku dhex koray ninka biyada caygaasi ku koray haddana manziladiisu halkaas ay gaarsiisay abdullahi wax kooban hadaba haday ku tilmaamno rahmatullahi alayhi abdullahi ibn al-mubarak ibn waadih sadaxda magac uu qura laga sheegay inta badan kunyadiisa abu abdurrahman baa loo jiray niman reer banu tamima ama al-handali mawlaahu baa loo tilmaama أصل هاو حاضر على هذا تركي تركي دو هذا في دقي جيري قبل الله المسلمين تا قلبين بريغا ما هل كان مكا كم بريد نبا يفرتين هل كان مكا أنا أضوشن يا تركي كم بريد نبا الله فرتين لكن أصلي وحكي ما دي هل كان دولة دهن هذا راشين كاكاقواي أما كون شاينيس كو هايستو تركمانستان الغربية تركمانستان الشرقية كوا مقعيدة استان كوضوطان dadka ka degaba Turkiya imi kaba waa isku afoo de waa atraka salkood dhankaasi uu ka yimi thuma almarwazi wuxuu dhashay magaalada marwa la yidhaahdo marwa waa magaalo intii hore muslimiinta caanka ku taalay iqliim khuraasaan la odhan jiray waxaana lagu tilmaamaa ahdigeedii badalan qarnigii 12aad waxay yidhaahdaan magaalooyinka dunida ugu weyn bay ahayd فيديو حقرية لهي المقالة الدنيا وقوة وقت قاسي مروي مروى وعاصمة علماء بضريكة وبحيب علماء ذا كتب الحديث المروزية ضرحتا مروي كوضي مادن حتى أحمد بن حنبل هو مروزي مروى كي مادن مقالة ذا سياء يقول الشيب الله إلى هذا وحانوا أحابي قتل ما منابه من تركيا قصة كتب التراجم الوسع الرياء أبيه نبوي شقين جري غير مدانة ماشان خوارزم دولة دي لورا جري أما الخوارزمي أيوها هو يدي بخوارزمية ده هي تزيد اللو بدني إنك استو صاحب الصفوة الصفوة أولي هي هو يدي الخوارزمية ما هي نوحة هي تركيا دو كتل ماما لكن فقه دو أما تراجم ترقى قراء وحيو بدين هو يدين خوارزمية هي خوارزم وعنو الأرض حاية هذا هو حكوية لأزبكستان إيا كازاخستان إيا تركمانستان إنتا إسكا قلان بالورن جري خوارزي وماشن فلان الخوارزي من لوا دان اسمين جري والدولة وين ببرغي دبكة جري جرتي والدولة دي ايدومية نمكي مغول كالورن جري هو يدي حقا سيقول الله وحل وطل ماما مروينه مركن خراسان بكتر سنتي خراسان فو إمك قبل خراسان لا يدها ذو كويا لا ترى ما يشان لا يدها ذو إيران لكن قبل كا إيران كويا لا هي وقوي قلبت كا أفغانستان هي تركمانستان الله يسكت داره غيب كم مدة أنت هسا تاريخ دهور المسلمين تلا يسكون ترى خراسان مر ومر كا حتى واحد كوتا له ومقالة ماري لا يدها ذو إمك وده كان تركمانستان بيكوتا له ماري بيهدا مقعي ولا تحريفي ويا هيئة يونسكو ومقالوينكا يتراه دوا التراث مقالوينكا هدية لقا كي هلو ومضا هي كم يكهو التراث هم بيو اعتباريا أبيه قصة يسوء روريانا إلى دان سببتي وأبيه وقرسي دي قبل نطان وحيه دي بيرت لها أيه كو يولي
beerta waxa dhiga keenta midh macaan dabeetana wuu galay midhuhu soo gooyey midhihii markuu dhadhamiyay dhanaan noqdeen warnee haddanaan kiyo macaan kale aqoon buu yidhi oradoo ii keen midh macaan wuu ku noqdo wuu keenay markaasuu dhadhamiyay markaasay dhanaan noqdeen war bal oradoo ii keen buu yidhi mar saddexaad buu ku noqday war adigu miyaa dharaan iyo macaanba kala garanayn buu weydiiyey markaa wuxuu yidhi dee anigu beerta ilaali baad ugu tidhee wax ka cunay maad odhanin sidii unbaan u ilaalinaya marka geedku ka dharan iyo ka macaanan uma kala qaanle midna maan dhadhamine markuu qisadaa u sheegay bay yidhaahdaan kutubu taraajum waxay soo arooriyaan ayuu islaantiisii u tegay xaaskiisii wuxuu inan buu lahaa wuxuu dhinaa ninkan caynkaasaa ku arkay inanta aanu guurino waa loo guuriyey bay yidhaahdaan islaantiina waa aqbashay dabeetana cabdillaahi ibnu lmubaarak baa dhashay cabdillaahi ibnu lmubaarak waxaa lagu tilmaamaa cabdillaahi yaraantiisii qur-aankii iyo xoogaaga ka tartiibta markuu bartay culumta muu sii waday isagoo nin maskax badan oo xifdi badan ahaa isagoo dhallinyaraa baa la yidhi ay nin wada socdaan bay isi soo tageen meel nin ka khudbadaynayo khudbad dheer akhrigay khudbaddii markay dhegaysteen ay ka tageen ayuu cabdillaahi yidhi waan hayaa khudbaddii oo dhan odayaan mar ayaa yidhi maada haya khudbaddii inaasuu yidhi khudbaddii ninku khudbaday oo dhan waan hayaa bal akhri baa la yidhi khudbaddii buu dib seedi ugu soo celiyey baa la yidhi markii khudbadaynayay wuxuu ku hadlay oo dhan cabdillaahi waxbaba ma dhaafina sideedii laakiin da'yaraantiisii waxay dhahdaan cilmiga ma bilaabay cabdillaahi wuxuu cilmiga bilaabay markuu labaatan jir marayay laakiin cilmigu da'da lagu bilaabo kuma xidhnee sidaa alla kuugu barakeeyey iyo sidaad u dadaashay wuxuu taxsiilay saabu ku xidhay cabdillaahi ibnu lmubaarak ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbarashadiisii waa u xasiliyey axmed ibnu xambal baa wuxuu leeyahay lam yakun fii zamaanihi atlabu lilcilmi minhu wakhtigiisii hadda wakhtigu noolya waa wakhtiga aimaduba noolaayeen wuxuu dhashay 918 qaarna 920 bay dhaahdaan wakhtigaasu dhashay wuxuu dhintay 1183 63 san jiray baa lagu tilmaamaa hijriyadii waa qarnigii ay raggii ragga ahaa noolaayeen abuu xaniifa imaamu maalik sufyaan athawri sufyaan ibnu cuyayna ragga la tiriyo oo dhami waa qarnigay joogeen haddana axmed baa wuxuu leeyahay lam yakun fii zamaanihi atlabu lilcilmi minhu jamaca amran cadiima maa kaana axaduna qalla saqatan minhu wax ka gef yaraa haddana cilmigaas siduu u qabtay ma jiro kaana rajulan saaxibu xadiidin xaafidin buu leeyahy wuxuu ahaa nin culumulxadiidka ku caanbaxay isagaa wuxuu sheegayaaba cabdillaahi ibnu mubaarak 4000 oo sheekh inuu wax ka dhegaystay 4000 oo sheekh ayaan wax ka soo dhegaysto cilmi ka xambaaray buu leeyahy laakiin 1000 sheekh unbaan wax ka wariyey buu leeyahy wixii dambe isagu sii warinayay 4000 wax walba bay jireen wuxuu ka doortay 1000 sheekh inuu ka wariyo 20 jirka markuu ahaye u cilmiga bilaabaya waxaa la yidhahdaa sheekhiisii ugu horreeyey ee uu cilmi ka wariya waa ninkii la odhan jiray alrabiic ibnu anas alkhuraasaaniy rabiic ibnu anas waa nin taabiciya oo la kulmay baa la yidhaahdaa cabdillaahi ibnu cumar iyo jaabir ibnu cabdillaahi laakiin anas ibnu maalik unbuu wax ka wariyey rabiic ibnu anas waa dadkii xajaaj ka cararay ee ciraaqba ka tegey mar wuu degey marwa haddana waxaa ku qabsaday abi muslim tawradii cabaasiyiintu markay bilaabmaysay ee dadka dharka madmadow loo xidhaya haddana la qabtay ibnu daawuud wuxuu leeyahay 30 sannadood baa la xidhay laakiin imaamu dahabi wuxuu leeyahay maya 9 sannadood buu xidhnaa abi muslim alkhuraasaani 9 sannadood markuu xidhnaa ayuu cabdillaahi u luuntay askartii iyo wixii waxbuu xeeladeeyey wuu tegey 4 xadiis buu ka soo qaatay baa la yidhahda waa ninkii ugu horreeyey ee uu cilmi ka qaataa waa taabicigaasi la yidhahda rabiic ibnu anas alkhuraasaani taabicigani wuxuu ahaa bay yidhahdeen nin muxadifa oo haddana mufasira bay ku tilmaami jireen inuu ahaa cabdillaahi sheekhaasi markiiba waa geeriyooday waxaan filayaa 140 meelahaasuu geeriyooday dabeetana 141 hijriyaduu markay maraysayba dowla alcabaasiya marka ay dunida qabsatay oo xoogaa ay haysato ayuu cabdillaahi socod bilaabay cabdillaahi safaradiisu caalam alislaami dhammaantii lagu buu ku maray
inta ugu badan le lug ayuu ku maray. Waxaa la tilmaamaa xaramiinka inuu yimi Shaam tagay, Masar tagay, Yemen tagay, Ciraaq tagay, jasiiradoo dhan maray, Khuraasaan maray. Shuyuukhdiisii waaweyneyda uu wax ka wariyeyna waxaa ka mid ahaa Sulaymaan Atiimey iyo Xumayd Aطawiil, Ismaaciil ibn Abi Khaalid, Yaxya ibn Saciid Alansaariy, Abaan ibn Taqlab iyo keyrkoodba, waa raggii waaweynaayee hore uu soo gaadhay. Ama culammada kale tirada badan leh ee muxadisiintii qarnigaa joogay oo dhan inta ugu badan leh waxbuu ka wariyey. Ibnulmubaarak wuxuu ka mid noqday markaa min kibaari lculamaa. Haddii xadiis la sheego, haddii fiqh la sheego, haddii luga carbeed iyo naxwo la sheego, oo dee Khaliil ibn Axmed iyo abu arday u noqday, haddii la sheego bay yidhaahdaan gabay, haddii furuusiyo la sheego iyo dagaal iyo jihaad, haddii waxbixin la sheego, rutbadiisa waxaa kuugu filan ammaanta culammadu ka sheegeen. Abu Cumar ibn Cabdilbar ayaa wuxuu leeyahay ajmaca alculamaau calaa qubuulihi wa jalaalatihi wa imaamatihi wa cadlihi. Culammadu waxay ku ijmaaceen weynida ninkaa. Waxaa kuugu filan ibnu Maciin inuu leeyahay kaana cabdullaahi raximahu allahu kayisan mustathbitan thiqatan wa kaana caaliman saxiixa alxadiis wa kaanat kutubuhu alatii yuxadisu baha 20,000 aw 21,000. Ibnu Maciin wuxuu leeyahay wuxuu ahaa nin caqli badan oo wax iska hubiya oo siqa ah oo xadiidkiisu qumanaan badan iyo saxiix yahay. Waxay yidhaahdaan maca xifdihi, isagoo nin aada u xifdi badan ahaa, haddana kitaabu buu wax ka warin jiray bay yidhaahdaan. Culammada ictimaada kitaabka inuu wax ka wariyaa buu ahaa. Ilaa 20,000 ama 22,000 oo juz oo wax ku qortay buu haystay inuu leeyahay. 22,000 qiyaas ama 20,000 oo juz oo wax ku qoray ayuu wax ka warin jiray. Muxamed ibnu cabdilwahaabna wuxuu leeyahay culammadii Khuraasaan oo dhan haddii laysku daro saddex nin wax ka weyn garan mayno, ibnulmubaarak iyo Nadar ibnu Shumayl iyo Yaxya ibnu Naxya anaysaburi, saddexdaasee ugu weynaa buu leeyahay wixii meeshaaba ka yimi. Shucayb ibnu Xarb nin la yidhaahda wuxuu leeyahay maa laqiya ibnulmubaarak rajula ila wabnulmubaarak afdala minhu wamaafa, cid lamuu kulmin ilaa cid kasta uu la kulmay uu ka fadli badnaa. Ayuu la kulmay Yaxya ibnu Maciin, kan buu la kulmay Imaam Athawri, buu la kulmay Yaxya ibnu Saciid Alansaari, buu la kulmay Sufyaan ibnu Cuyaan, buu la kulmay Imaamu Maalik, buu la kulmay Imaam Alawzaaci, buu la kulmay Imaamu Abu Xaniif, buu la kulmay a'imada la sheegay qarnigii labaad joogtay intoodii badnayd buu la kulmay. Haddana ninkani saasa ku tilmaamaya. Abu Usaama wuxuu leeyahay ibn al-Mubaarak fi al-Muhaddithina mithla amir al-Mu'minina fi al-Nas, cilmi al-Hadith hadii la eego sida amir al-Mu'mininku uu dadka ku yahay buu culamaa al-Hadithina ku yahay buu tilmaamaya. Abu Isxaaq al-Fazzari oo isna shuyuukhdiisi ka mid ahba wuxuu leeyahay ibn al-Mubaarak imaam al-Muslimiina ajma'iin, nimanka wararka ka sheegaya rag badan oo ka midi waa shuyuukhdiisi, waa rag uu isagu wax ka qaatay. Cabdiraxmaan ibn al-Mahdi caalimkii macruufka ahaa wardadiisiina ka tirsanaa ayaa wuxuu odhan jiray imaam haddaad maqasho waa afar unbuu odhan jiray, al-a'imatu arbaca, afartaasi waa kuweyn, waa Sufyaan Athawri, Malik ibnu Anas, Xamaad ibnu Zayd wabn al-Mubaarak buu yidhi. Markaasuu haddana wuxuu sii raacin jiray isagu Cabdiraxmaan ibnu al-Mahdi oo nin cilmu al-jarxi wataacdiil khabiir ku Allah yaqaanaa wuxuu leeyahay kaana ibnu al-Mubaarak aclam min Sufyaan Athawri. Shaakhiisii Sufyaan Athawri ahaa ayaa la yaqaanay ninka Sufyaan la dhinac dhigay. Sufyaan waa amiiru lmuminiin fi lxadiis, haddii la sheegay isaga loo jeedo ninka la dhinac dhigay qiyaasi la leeyahay wuu ka cilmi badnaa. Markii uu dhintay ibnulmubaarak ayaa loo sheegay Haaruun Rashiid. Haaruun Rashiid baa wuxuu yihi maata sayid alculamaa, waxaa dhintay sayidkii duqi odaygii culammadoo dhan ninkii waayeelka ahaabaa dhintay. Ibnulmubaarak waxaa laga tilmaamaa wuxuu odhan jiray ninka aan cilmi dalbini halkuu sharaf ka raadin baan anagu yaaban ahay buu odhan jiray. Yacni cilmi unbaa sharafee, cajibtu liman lam yatlub ilcilma kayfa tadcuuhu nafsu ilaa makra, halkuu sharafba ka heli maan garan buu ku tilmaamaya.
waxaan nin akhris badan kutubta dhex fadhiya iyaga tol ka dhigta. Shaqiiq Albalakhi baa wuxuu yidhi Ibnu Mubaarak baa waxaa lagu yidhi horta salaada markaad nala tukato markiiba waad naga tagtaaye maxaad noola fadhiyi wey markaad tukato. Wuxuu ku yidhi ajlisu maca asaxaaba waataabiciin أنظر في كتبهم وآثارهم فما أصنع معكم ورا نبغو يري وحن لفر الصحابة دي تابعين تي ويجا نخري الرات كودي كتب تودي إذا كم حال كان حق أبو موت الماما يا يعني نشكا يا ما هي مركو صلاة الله تكادو مكتبة دوجل يجرو وحبو أخري شن أنتم تغتابون الناس لي إذا مور كلا إنسان هبل بس إذا يري يسام بشيء إنسان كانوا مدن له بولي ومع ذلك وحل هذا علم جيسة نن إلهي كباد دون يبوها مو حبرني نن إن لا إله إلا عالم أما واشيخ أما لغما مصر أو حاضر كعلم كعبرتين إلهي الرالي قليان وقم رقمة سدر هذا العلم جيسة عمل يا عباد بحرسي نعيم بن حماد باو حلي ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهادا في العبادة. نكا عقل بدن وغد دال بدن عباده ما نرقبه يري الشيخ سفيان الثوري نوح يري ابن المبارك وعالم المشرق والمغرب هذا وارد يسي سقو شيخا سقو شيخ وحلي وعالم كي بغي قلبين بقى. سفيان بن العيان اسم ارد يسي اسم شيخ يسي يا فضل ابن عياض با انتو وي من مكي صو سو سبوتي مركي دبدا وصو صارين با متكود با وحيري هذا فقيه اهل المشرق بري عالم كامح هو كان فقيه هو دي وي كي كلا والله اذا سفيان بن عيين ابوها ايا وحيري وفقيه اهل المغرب اكل بي من بري قلبت با نكا با وفقيها فقه جيوك قاطع أئمة الفقه في عصره سفيان وصاحب مذهبها إمام مالك ومذهب المالكية له أبو حنيفة ومذهب الحنفية له إمام الأوزاعي ومذهب له إمام الليث بن سعد ومذهب له رجع صور بل أرضي ونقض رحمك وري وكا وحيد هذا تابع تابعين تغني هو وين يرن ولق المبالغة الماما رجوا وينه إن ما كان كم ده أيه الله كله علم جيس نوحها علمه وقناكم إلى حد وحلا إلى ذا مركو حد كيمي أيه ماء الزمزم كانوا قابا دبا تنوح له اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماء الزمزم لما شرب له أنت سند كصوت حيبو حليه إلهي يوحر من كان كم مغلق إن إليهين بيها الزمزم كوا وحي لو عبه وهذا أشرب لعطش القيامة أنه وحن وعبيا هرات القيامة فكان سوى عبه وحلقة المامان دك مستجاب الدعوة ذاي مقامدها نبأوا يميرا لهي نلا مركز يولي إيدعي الحسن بن عيسى سيد الشيخ إيدعي الله إلا يسوع لي لكو علي عبد الله بن المبارك هو دعي فهنا سوى هل كي تاجم بإلى هنا وبحي سوى بوس كسي شوغا أيا إنه وبحي وحل قلت الماما نكون نقمة وصفي عن أقول نقمة الدين تيروها أي شيء قام وحو تغي شاب دبتنا قال إن باكسوا الراعي قلوا كما نستوى حقوق رنيه قال إنه ألابتي سكل حلاب وشام شام وفلسطين هي دمشق يا ملاس أردن يردوك أصلا شام الأرجل تبهتنا هو الصفر وحقوق نقضي ودن كيسي مروتك مروة والدولة ذا يلي رفع شكب أي ملوكتي كتلي مركو ألابتي سفر وقال إنه أخي قال إن دبوا صنع ليسون إنك قال في وسيو قال إن دوس عدي شام إلا يمر وين تكرد حله إنه قال إن عليه أيو سعد إسماعيل بن عياش بن حليه ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن مبارك
رولك كوركيس مسار روح عبد الله بن مبارك لمده ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن مبارك وح ولا يقولوا إلى هيا أبو رير وقرن ما يقولي إلا يا عبد الله ورها عبد الله وحوها علم غمد الدلال وبرطه وحقراها مد كد دالين ونشريها ولذلك سيقوم الفرديان من هندسة مركز سون كيري ايش يقول الرجل اذا عطس بكوي تطلب حيدا من مركز هندسة انك بايري الحمد لله بيدا انك مركز هرم موردن لك هو الربا يوم برا الحمد لله بأ الله إذا دابوري مركز سكوري يرحمك الله عبد الله وحوها من هدنا آدم متواضعة يحيى بن يحيى الأندلسي وأرضي الإمام مالك كم لها يا وحولي عبد الله بن المبارك ما صوق علي ومجلس إمام مالك أي يمي كسؤيدا ويجستين صوق له إمام مالك با سود أي مركي صوق علي إمام مالك بهل مكفر دي وطر خيب ويرام كاسو سوفرس ولي غي مان أرق بولي إمام مالك تأنا كي وكرسي سعيد وطر خيب عنده وطر خيب وحي هاي دولي عبد الله ابن المبارك أي كرسي قو وطر خيب كاسو سوفرس دبتنا إمام مالك موطئ يسي كتاب قال غرد الأخرى لي كل مسائل بل ويديني مركا مسألة لويدية وقور رمو أي عبد الله وحقوي هذا ما عندكم في هذا عبد الله ومسألة أنا أقول بحاتك هاي الصحيح